في ظل تأثر كثير من أفراد المجتمع بالتسويق الكبير للمنتجات الائتمانية وبالتحديد البطاقات، وحاجات كثير من أفراد المجتمع للسيولة المالية للابتعاد عن الحرج في استلاف المال من الأقارب والأصدقاء، فالبعض يجيد استخدامها ولكن الكثير عرضة للوقوع في شباكها. البداية أخذها لشراء احتياجات ضرورية أو الاستفادة من العروض المقدمة، والنهاية ديون يصعب الخلاص منها. من منا لا يحمل بطاقة ائتمانية في محفظته؟ فمعظمنا يستخدمها في التسوق أو دفع أقساط السيارة أو سداد الرهون العقارية. تتيح الكثير من البطاقات الائتمانية لحاملها فرصة جمع النقاط عند مضاعفة الشراء، غير مدرك أنه يحمل قنبلة موقوتة من الديون عالية المخاطر. إن الخصومات والعروض والصفقات التي تقدمها بطاقة الائتمان لا مثيل لها من قبل أي منتج مالي آخر، ومع ذلك يمكن أن تصبح بطاقات الائتمان فخاً إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. والسؤال هنا، هل الخدمات المقدمة في البطاقات الائتمانية تصبح أكثر تعقيداً وخطراً إذا لم نفهم طريقة عملها بالشكل الصحيح؟